أيام الماضيين حملوا الكثير من الأحداث إقليمياً وعالمياً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم الرقمي. الأسبوع في بوست رح ينقلكم أهم هيدا الأحداث اللي يمكن تكونوا غفلتوا عنها. على الرغم من الحظر في الهند، تيك توك يبقى التطبيق الأكثر تحميلاً بشهر أغسطس للعام 2020 ضمن التطبيقات الغير مخصصة للألعاب، مع أكثر من 63.3 مليون تثبيت وتحميل، ما يمثل 1.6 زيادة بالنسبة لأغسطس 2019، واحتل بالمرتبة الثانية بحسب الدراسات والتقارير الشهرية اللي بيصدرها موقع سنسر تاور، منصة زوم لاتصالات الفيديو، مع أكثر من 52.2 مليون عملية تثبيت في جميع أنحاء العالم للشهر الماضي، ما يمثل 22.2% زيادة. طبعاً هيدا الرقم مبرر في ظل حرص استبدال الناس اللقاءات والاجتماعات الشخصية باللقاءات عبر الفيديو بعد أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم، والإجراءات المشددة والجهود المتخذة والمبذولة للحد منه. وتراجع فيسبوك للمركز الثالث، يلي إنستغرام وواتساب بالمركزين الرابع والخامس في التصنيف نفسه. يوتيوب تطلق تطبيقاً منافساً لتيك توك على سبيل التجربة، وكانت أعلنت الشركة الأمريكية المملوكة من جوجل عن إطلاق خدمة يوتيوب شورتس اللي رح تنافس بديهياً خدمة مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك. وأعلنت أن تجربة جديدة للفيديو المصورة القصيرة المرفقة بالصور والموسيقى، وهي موجهة لمنشئي المحتوى والفنانين اللي بيرغبوا بتصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام الهواتف المحمولة. عالم السوشيال ميديا عم يتطور بشكل سريع، اليوم عم نشوف منافسات قوية بهذا النوع من الخدمات والمميزات، الفيديوهات القصيرة تيك توك ومن ثم انستغرام ريلز، واليوم عم نشوف يوتيوب شورتس. والجدير بالذكر أنه أوراكل فازت هيدا الأسبوع بصفقة لتشغيل تيك توك بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لتقارير متعددة تعنى بمنصات إخبارية أمريكية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الأحد نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه قوله أنه شركة أوراكل ستكون الشريك التقني الموثوق فيه لتيك توك في صفقة من غير المتوقع أنه تكون عملية بيع كاملة. بالفيديو مدرس سعودي يشرح لطلابه عن بعد أثناء غسيل كليتيه، وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم سعودي لم تمنعه صعوبة جلسات غسيل الكلى من التدريس لتلاميذه عن بعد، مما جعله حديث السوشيال ميديا بشكل عام. وفقاً لما نقله موقع اليوم السابع، بدأت القصة عبر منصة مدرستي اللي أنشئت بهدف التعليم عن بعد ما بين المدرسين والتلامذة، حيث تفاجأ الطلاب بصورة مدرسهم خالد عكاش اللي بتواجد على سرير داخل أحد مستشفيات الخارج في السعودية، حيث كان هناك بهدف الخضوع لجلسات غسيل الكلى اللي بتمتد لمدة 4 ساعات متواصلة. وواصل المدرس الشرح خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي متناسياً ألامه ومشاكله الصحية حتى ما يفوت الدروس على الطلاب. قم للمعلم ووفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولة، بهذه الكلمات اللي امتدح أمير الشعراء أحمد شوقي المعلم، وحث الطلاب على احترام مكانته وشخصه لما يحمله من معان إنسانية تحمل الكثير من التضحية. 15 سبتمبر بيحتفل العالم باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون تحت شعار حماية طبقة الأوزون المهمة لا تزال مستمرة. ووفقاً للاتفاقية اللي وقعتها 190 دولة من حول العالم بموريال بالعام 1987، تلتزم الدول الأطراف المعنية بخفض استهلاكها تدريجياً من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتخلص تدريجي من 99% من المواد الكيميائية المستهلكة للأوزون اللي بتستخدم فيها الثلاجات ومكيفات الهواء وعديد من المنتجات الأخرى. وبموجب المعدلات المتوقعة ستتعافى طبقة الأوزون بنصف الكرة الشمالي وخط العرض الأوسط تعافياً كاملاً مع حلول عام 2030،
وسيتعافى نصف الكرة الجنوبي مع حلول 2050. وبالحديث عن المناخ والعام 2030، كان أطلق فيسبوك مركز معلومات علوم المناخ، وهو صفحة ويب مخصص على الموقع، وتعمل على جمع الموارد من خبراء المناخ الموثوقين بما في ذلك مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتهدف الميزة لتثقيف المتشككين في المناخ خلال وقت حاسم للتوعية بتغيير المناخ، حيث وعد فيسبوك أيضاً بتزويد عملياته العالمية بالكامل بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول نهاية هيدا العام. وهيدا الاتجاه مشابه تماماً لاتجاهات شركات أخرى مثل أبل، اللي توصلت أيضاً إلى صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2030. أيضاً جوجل كانت أعلنت يوم الاثنين بأنها قد عوضت جميع انبعاثات الكربون اللي أحدثتها على الإطلاق، وكشفت أيضاً عن خطط رح يتم تشغيلها حصرياً بواسطة طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2030. يبدو أنه حدث أبل إيفنت كان صادم لكل محبي وعشاق هواتف آيفون ومخيب للأمال. استم الإعلان عن منتجات مختلفة، ولكن لم يتم الكشف عن الجيل الجديد من الهواتف المحمولة كما جرت العادة سنوياً. وانهالت التعليقات المضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على تويتر، من مغردين عبروا عن خيبة أملهم باللي صار. خلينا نروح بجولة سريعة على بعض من هيدي التعليقات. فمنهم من نشر صور وجوه دامعة وحزينة، والبعض الآخر تساءل ما إذا كانت أبل حلت مشكلة الأسلاك الخاصة بالشواحن. أيضاً اللي ربط الموضوع بالمادة وبطريقة مضحكة. 2020 كانت مليئة بالصدمات والمفاجآت، وعدم إطلاق هاتف آيفون من النسخة الجديدة ما رح يكون الحدث الوحيد والملفت الخارج عن المألوف هيدا العام. وبهيدا الخبر بنكون وصلنا لنهاية محطتنا الأسبوعية الأسبوع في بوست. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالأخبار اللي تناولناها واستفدتوا منها. ما تنسوا الاشتراك بالكروات الخاصة بقناة الآن لا توصلكم أحدث الأخبار. تابعونا وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي.